السلام عليكم. كان لدى المزارع وابنه في مزرعته حصان عزيز وخنزير صغير. لقد ساعد هذا الحصان والخنزير الأسرة في كسب لقمة العيش. وفي يوم من الأيام هرب الحصان إلى الغابة. انتفض جيران المزارع: لقد هرب فرسك، يا لها من حظ سيء. فأجاب المزارع: ربما لا. وبعد عدة أيام عاد الفرس إلى المزرعة، وكان يقود بعض الأفرس البرية إلى المزرعة. فقال الجيران: لقد عاد فرسك وأحضر معه عدة أفرس، يا لها من حظ عظيم. أجاب المزارع: ربما لا. وفي ذلك الأسبوع حاول ابن المزارع كسر ساق إحدى المهور، ولكن الحصان رفس ابن المزارع بضربة خلفية كسر ساق. فصرخ الجيران قائلا للمزارع: ابنك لقد انكسر ساقه، يا لها من حظ رهيب. أجاب المزارع: ربما لا. وبعد أسابيع قليلة جاء رجال الجيش إلى القرية وأخذوا كل أولاد القرية لتجنيدهم في الجيش ما عدا ابن المزارع لأنه مكسور الساق. فصاح الجيران: ولدك نجا، يا لها من حظ هائل. أجاب المزارع: ربما لا. ثم رد قائلا: لا يمكن لأحد معرفة ما إذا كان أي شيء يحدث جيدا أم سيئا، وما سيكون عليه عواقب سوى الحظ، لأن الوقت فقط سيحكي لنا القصة كاملة. قد تبدو التأثيرات رائعة في البداية، ولكن بمرور الوقت قد لا تكون كما كنت تتخيل. وفي النهاية فمن المستحيل حقا معرفة ما إذا كان أي شيء يحدث جيدا أم سيئا. ومن هنا وصلنا إلى نهاية المقطع. نترككم بخير وإلى اللقاء.